أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا أينما كنتم. اليوم في هذه الحلقة هذه من برنامج كيف الحال غادي نتكلموا على الأهداف. عدد كبير من الناس كيطرحوا أمامهم أهداف في بداية السنة. احنا مازال في شهر يناير ومازال الوقت أننا نطرحوا أهداف. وطبعا غادي تقولينا من بعد الكوتش اللي حاضرة معنا اليوم أنه الأهداف ما عندهمش واحد الوقت محدد، ولكن اللي غادي نتعرفوا عليه اليوم أكثر هو كيفاش نحققوا هذيك الأهداف. فطبعا مع كوتش ربيعة غرباوي، صباح الخير بعد. صباح الخير عزيزة. غادي نتعرفوا كيف ما قلت اننا نطرحوا اهداف قدامنا، لان عدد كبير من الناس تيقول لك ما عنديش هدف، ولا الهدف ديالي ما واضحش، ولا ما عرفت بغيت بزاف الحوايج في خطره. فكيفاش نحددوا هدف معين، ولكن خصوصا لاله ربيعه كيفاش نوصلوا لهذاك الهدف؟ حاجه مهمه قلتيها عزيزه، هي بزاف منا كيقول لك عندي هدف وما وصلت ليش. اول حاجه اللي خصنا نعرفوا هذاك الهدف واش هو هدف، حيت بعض المرات ما تيكونش هدف، تيكون رغبة أو حلم. وكيفاش نفرق بيناتهم؟ ما بين الرغبة حلم وهدف. ألوغ شنو الفرق؟ الفرق هي هاد المكونات اللي غنعطي الهدف. هاد المكونات إلا ما كانتش ما كنقدوش ندوي على هدف، كندوي على حلم أو رغبة. يمكن تجي يمكن ما تجيش، يمكن نوصلوا لها يمكن ما نوصلوا لهاش. من بعد تنقولوا أنا ما تنقدرش نحقق الأهداف ديالي. أول شرط باش يكون عندنا هدف ونقولوا راه هدف وغنوصلوا ليه، خاص اول حاجه الهدف يكون تيدوي معنا، الى سونس بوغ نو، شي حاجه اللي كنعيشوها داخليا. اللي كتقول بغيت نوصل داك الهدف كتحس بواحد النشوه، كتحس بالفرح، كتحس بلا جوا، كتحس بلا موتيفاسيون، بواحد التحفيز. يعني هذاك نفس الهدف يمكن اللي نطرحه على انسان واحد اخر ولا شخص واحد اخر يقول لك لا انا هذا الشيء ما بغيتش، ما عنديش معاه. بغيت نحل شركه كنحس بواحد النشوه، واحد اخر يقول لك لا ما عنديش انا مع هذا الشيء. يعني الهدف اول حاجه خصو نعيشوه من داخل ديالنا. ثاني حاجه الهدف خاصو يكون محدد ودقيق، يعني ما يكونش هدف في 10 سطوره. انت بغيت الهدف ديالنا خاصو يكون دقيق ومحدد. قد ما صغرناه قد ما تيكون واضح بالنسبه لنا وسهل نوصلوا ليه، وكيسهل على العقل ديالنا انه يستوعبوا يعقلها ليه. عزيزه الا خديت عطيتك ان تكست فيه صفحة واش غادي تعقلي عليه؟ إلا قريتيه قد ما تقدر تعقل على جوج تاع سطورة. أكيد جوج سطورة أسهل. أسهل. إذا العقل ديالنا كينتظر منا أن الهدف ديالنا نوضحوه وندققوه. وواحد الشرط اللي هو مهم بزاف بزاف، وإلا ما كانش يقدر يوصلنا لضد الهدف ديالنا، العكس الهدف ديالنا، هو أن الهدف خاصو يكون إيجابي. يعني ننطقوا بطريقة إيجابية. مثلا بلاصة ما نقول أنا ما بغيتش، أنا خايف نفشل، ولا خايف ما نجحش، ولا أنا باغي كنخاف، بغيت ما نبقاش نخاف، هادو ماشي أهداف. ماشي أهداف اللي نقولوا اللي كنتلفظوا بهم بطريقة اللي هي فعالة. لأن العقل ديالنا ما تيعرفش، الباطنية نقولوا لانكونسيون ما تيعقلش على شنو هو نيغاسيون. لا نيغاسيون بحال دابا تتقول ما بغيتش نخاف، ما بغيتش نبقى نخاف، ما بغيتش نحيدوا الميم، ما بغيتش شي، ما بغيتش نبقى نخاف. عرفتي علاش تيعقل نخاف؟ داكوغ. لان باش يوصل ضد الخوف خصو يدوز من الخوف. دابا عزيزه انا غادي نقول لك تخيلي معايا، دابا عزيزه تخيلي معايا واحد الفيل خضر. وانا نقول لك ما تخيليش فيل خضر عزيزه. مشى بالي، بالي فيل خضر. تخيلي شفتو؟ غيبان لك. اكزاكت. اذا لا نيغاسيون باش العقل ديالنا يدوز لشي حاجه اللي هي ايجابيه وقلتي ليه ما تخيلهاش، يعني ما بغيتش نخاف، غيشوف الخوف هو الاول. والا ما قلتي ليش اش بغيتي في بلاصه الخوف، يعني بغيت نكون مثلا انسان فعال ناجح، الا ما عطيتيهش الكمالة فعال وناجح، الا ما عطيتيش الكماله غيبقى في الخوف. الا عطيتيه الكماله حيت خاص غيبقى ان فيد، غيبقى واحد الفراغ. خاصنا نعمرو بالشيء الايجابي. اول حاجه بالنسبه للاهداف خاصو يكون مدقق محدد، خاصو يكون كنحسو به وتنشعرو به داخليا، وخاصو يكون ايجابي. ايجابي هذه راه مهمه. الناس بزاف تيقول لك انا بغيت نقطع الكارو، انا بغيت ما بغيتش نبقى مثلا مدخن، ولكن مدخن راه كتقولها، اذا دائما تبقى مدخن. ثالث حاجه ملي كنطق الهدف ديالي ولو بطريقه ايجابيه خاصني نشوف التصور الداخلي. مثلا ملي تنقول ما بغيتش نبقى كندخن، ملي كنقولها شنو كنتصور؟ شنو هي الصوره اللي عندي الداخليه؟ واش شي واحد مازال كيكمي ولا شي واحد حابس؟
لان لا بيرسيبسيون التركيبه الداخليه الصوره اللي تياخذ العقل ديالي هي اللي كتبقى عنده وهي اللي كيقلب يوصل ليها. داكور، يعني كنتمنى ان الناس يكونوا فريمون استوعبوا هذه الفكره، ولكن في التكرار كذلك حكمه. حنا مازال ان شاء الله في العشيه غادي نرجعوا لهذا الموضوع هذا لانه عنده اهميه كبيره وبرهنتي لنا في شحال من حلقه انه هذه الاشياء هذه خصنا ناخذوها اكيد بعين الاعتبار. السؤال اللي كيتطرح دابا ليلى ربيعه هو الاهداف، ملي كتنقولوا هدف ما عرفتش انا دابا بحال انا بالنسبه لي هدف غادي يكون عنده علاقه مع شي حاجه مثلا كبيره الله اعلم ما عرفتش، ولكن اسكو اي حاجه ممكن نعتبروها هدف مثلا من الاشياء البسيطه مثلا اللي نقدر نقوم بها يوميا الاشياء اللي هي كبيره عندها علاقه مع المستقبل ديالنا ومع لا سيتواسيون ديالنا. دونك شنو بالضبط اللي نحددوه في لو كونتكست ديال الهدف؟ هذاك الشيء علاش دويت على الشروط ديال الهدف. واحد الشرط اللي ما ذكرتوش واللي مهم هي تاريخ. نعم لو طون ديدلاين لا دات اللي تنعطي الهدف ديالي. شتي اي هدف عند الناس بالنسبه للناس راه هو هدف. نعم. وما فيش تاريخ. شنو هو التاريخ ديالك ديال تحقيق الهدف؟ نعم. راه هو حلم. تاريخ تحقيق الهدف هو اللي تيخلي الهدف يكون هدف. اذا دائما ملي تيكون عندنا هدف نقول أن بغيت مثلا نجح في الامتحان، امتى الامتحان؟ امتى تخرج النتيجه؟ خصني تبان لي، خصني يبان لي النجاح. بغيت تكون عندي الثقه في راسي. حنا دابا في هذا في جانفي، امتى خاص تكون الثقه في راسي؟ امتى انا كنتخيل بان الثقه غتكون عندي؟ مثلا في جوان، ملي نتخيل راسي في جوان باش يمكن الهدف ديالي انه يكون فعال ويتحقق، خاصني نتصور داخليا انه الهدف تحقق. وهذه من الطرق المهمه اللي تتساعدنا على الفيجواليزاسيون، التخيل او التخيل اللي تتخلينا نوصلوا للهدف بسهوله. فيجواليزاسيون كرياتريس، هذه سي اون فيجواليزاسيون اللي غادي تساعدنا باش العقل ديالنا شنو كنقولوا له لانكونسيون بالنسبه ليه راه داك الشيء راه وصلنا ليه. لان عزيزه لانكونسيون ديالنا ما تيعرفش ما تيديرش الفرق ما بين ما هو حقيقي وعاش وعشنا حقيقه وما بين هو متخيل. الا تخيلتي شي حاجه بالنسبه ليه راه بصح. نعم. راه شتيها. اذا الا تخيلتي راسك وصلتي للهدف ديالك، شنو تيقول لك عقلك؟ هذا الانسان راه وصل للهدف، شنو غادي يدير؟ غيدير كل شيء باش انك غادي توصل ديك الهدف. نعم. بحال الاكسبيريونس ديال تنقول تخيل بان عندك حامضه دابا في فمك. نعم. هاد الاكسبيريونس كنعاودها بزاف لان كتبرهن لنا على هذا التصور وهذا العقل الباطن ما كيديرش الفرق بين الحقيقه والخيال. ما بين الحقيقه والخيال. دونك نعطيو الاشياء الايجابيه. ايجابيه ونتخيل راسي انني وصلت للهدف. نعم. جو في كوم سي. بغيت نكون طايق في راسي، الوغ ندير بانني راني طايق في راسي وراني نجلس بحال طايق راسي، نهز لو بور دو تيت، ندوي بانك بحال طايق في راسي. نعم. الوغ العقل ديالي شنو يقول؟ صافي هذا راه طايق في راسو. من بعد غادي هو يفرز دي كومبورتمون معاملات اللي غادي تخليني تساعدني باش نولي طايق في راسي. عفوا الوغ لاله ربيعه مازال غادي نعرفوا معك دابا كيفاش غنوصلوا لهذا الهدف، داك السلم اللي كنديروه بينا وبين الهدف ديالنا، كيفاش غادي نبنيو داك الدرجات ديالو؟ تفضلي. كنت غادي ناخذ مكالمه من خلال مكالمه ممكن تجاوبي الى كان ممكن. ناخذ سيده لطيفه من مدينه مكناس. الو الو لاله لطيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك لطيفه. الو السؤال ديالك الكوتش ربيعه. نعم الو الو. شكرا على هذا البرنامج. مرحبا بك لاله. الله يودي. شكرا. مرحبا. الو تفضلي بالسؤال ديالك. الو انا بغيت نسول الكوتش اللي معاكم، بغيت عندي انا بزاف ديال الاهداف. ما عرفت واش اهداف ودير بصح تبني. سمعت هاد السطر الاول قلت واقيلا الا راه ماشي اهداف مرونة. ديجا كان عندي شويه مشتتي الاهداف ديالي ودابا تذكر هو واقيلا هادو راه ماشي اهداف ليا. انا بغيت اهداف ديالي اهداف عندي، بغيت انا وليداتي يكونوا مزيانين. نعم. بغيت نعيش السعادة مع الزوج ديالي. وبغيت نحقق واحد الدخل، واحد الدخل ديالي انا، بغيت نحقق ذاتي وبغيت ندير مشروع. وحشنا انا من راسك واش داك المشروع غنقد عليه ولا ما نقدش عليه. اذا بزاف ديال حتى بزاف ديال الحوايج في راسي وما عرفتش واش نبدا. وملي كنبغي نبدا كنقول واقيلا هذا ماشي ديالي، هذا ما نقدرش عليه، هذا ما نقدرش عليه، وكنبقى نشتت وكنخلي كل شيء وما كندير والو. الوغ لا ربيعه شنو بالك؟ الوغ الهدف اللي غادي نقدر نقول بانه خاصو يكون هدف ان بعدا تجمع هاد الاهداف ديالها. هذا هو اول هدف. نعم. نجمعوا الاهداف ديالنا
ونحطوهم قبالتنا، نديروا الاولويات، ونديروا الاولويات اولويات الا كانوا عندنا الهدف في لو ميم دومين دو في، نعم، نفس مجال الحياه، مجال الحياه، لان يمكن لنا يكونوا عندنا مختلف اهداف في مختلف مجالات الحياه، نعم. ندوات على الحياه الزوجيه، نعم. اذا انا اللي نطلب منها تكتب بواحد الطريقه محدده شنو هو الهدف ديالها في الحياه الزوجيه. قالت السعاده، اذا هاد السعاده راها كتبقى ماشي مدققه، خاصها تقول شنو هي هاد السعاده، كيفاش هي كتشوف هاد السعاده، حيت السعاده عندك عزه وعندي وعندها بطريقه مختلفه. اذا تقول شنو هي السعاده، واش حسن المعامله، واش حنا غنسافروا جميع، واش غادي نتفقوا على شي حوايج حنا ما متفقينش عليهم. خاصها تحدد شنو هي هاد السعاده، حيت السعاده بطريقه هكا فاغ ما توصلهاش. العقل تيقول شنو هي السعاده وكيبقى يقلب بحال شي بارابول تيدور في الخوا. خاصها تحدد ليه شنو هي السعاده، شنو الحوايج اللي غتسعدها في حياتها وتكتبهم. وملي تكتب ديك ثلاثه ولا اربعه الحويجات تقول هاد الربعه باش غنبدا، اذا كيولي هدف ثانوي في هدف رئيسي. هكذاك الهدف الرئيسي هو السعاده، وغنولي هدف ثانوي. الهدف الثانوي هي تولي التواصل بيني وبين الزوج ديالي اكثر، حنا ما تنهضروش بزاف مثلا اذا وهاد من هنا تقول كيفاش غندير دابا باش نوصل لهذا الهدف. وتحط تاريخ وتعطي مؤشرات، مؤشرات مهمه لي روبير باش كنعرف راسي بان راه الهدف ديالي غاديه كنوصل ليه. لان الا ما كانش مؤشرات حتى واحد ما غيوريني بان الهدف راه غاديه كنوصل ليه شويه بشويه. هذه هي الطريقه، هذه هي الطريق اللي غتوصلني لتحقيق الهدف. دونك حنا كنجاوب على السؤال ديالي ديال قبيله. نعم، الا ما كانش مؤشرات غنعيا، ولا عييت غادي نتراجع. اذا خاصني مؤشرات. شنو هي المؤشرات؟ مثلا في التواصل مع الزوج نقول اليوم راه هذا الاسبوع خرجنا درنا واحد الخرجه ونطيطاطيط ودوينا واحد شويه ولا تمشينا في حدا البحر، تمشينا برا، تمشينا وتمشينا وبقينا غير في الدار مع بعضياتنا ودوينا على حالتنا. اذا هذا مؤشر من المؤشرات اللي غادي يخلي غادي يبين لها بان راها في الطريق، راها في الطريق لتحقيق الهدف، لتحقيق الهدف، الهدف ديال السعاده. فوالا من بعد تشوف مجالات واحده اخرى ودير نفس التقنيه. هي كاين بعض المجالات اللي ربما غير بواحد الفعل هو يومي ممكن تحقق الهدف فيه، مجالات بحال المشاريع، بحال هي قالت لك مثلا ملي كطرح مشروع تقول لها وقيله ماشي ديالي. هذا المجال مهني، مهني. داكشي علاش دويت على المجالات، حيت بانوا لي بان عندها مجالات مختلفه. الوغ المجال المهني حتى هو تقول مشروع، ولكن ما تقولش مشروع هي ما اقتسمتش معنا المشروع. تكتب المشروع، شنو هو هذا المشروع، وحنا في 2016 امتى المشروع خصو يشوف الحياه، امتى غادي يخلق هذا المشروع، وباش يخلق هذا المشروع شنو هما لي زيتاب، الطريق اللي غتوصل، الطريق اللي غنوصلوا لها. كاينين جوج طرق ندويو عليها في الراديو، غادي نهضروا عليها في الراديو. الوغ لاله ربيعه مازال عندها ما تعطينا من معلومات. نشكرك بزاف على هاد لا جينيروزيتي هذه ديالك في اعطاء المعلومه لاله ربيعه. فتواصلوا معنا مستمعينا ومشاهدينا على امواج راديو دوزان بعد قليل من جوج حتى لاربعه. غادي تكون معايا كوتش ربيعه، طرحوا لها الاسئله ديالكم مباشره. الى عندكم هكذا انتم اهداف بغيتوا طرق للوصول اليها، فتابعونا كيف ما قلت من جوج حتى لاربعه على امواج راديو دوزان. لكم منا اجمل تحيه والى اللقاء. We'll be right back.